أقامت كلية الهندسة في جامعة النهرين المؤتمر العلمي التقويمي الأول للكلية، والذي أقيم تحت شعار التقويم ركن أساس في تحقيق جودة التعليم. جاء ذلك بحضور عميد الكلية والمعاونين العلمي والإداري ورؤساء الأقسام والتدريسيين والموظفين في الكلية. هذا المؤتمر لتقويم الخطة الاستراتيجية للأقسام العلمية والوقوف على نقاط الضعف والقوة من أجل معالجة المعوقات. يتضمن المؤتمر عرض إنجازات العلمية لتسعة أقسام بالإضافة إلى مكتب المعاون الإداري والعلمي، وبالنهاية سيتم تقويم إنجازات الأقسام لغرض المضي في الخطة الاستراتيجية وتحسين العملية التعليمية والبحثية والإدارية في الكلية. تضمن المؤتمر إعطاء إنجازات كل قسم من أقسام الكلية من قبل رؤساء الأقسام، وكذلك ما تم إنجازه من قبل مكتب المعاون العلمي ومكتب المعاون الإداري، فضلا عن بيان نقاط القوة والضعف لتلك الأقسام. شارك قسمنا قسم هندسة الأطراف الصناعية، الأطراف والمساندة الصناعية، في هذا المؤتمر، وتكلم عن المنجزات التي أنجزها القسم خلال الفترة، وكانت من أبرزها هو افتتاح القسم أولا وتخريج 4 دفعات، وكذلك افتتاح دراسة الماجستير الأولى في العراق لاختصاص هندسة الأطراف والمساند الصناعية في العراق، كانت لأول مرة. هدف المؤتمر إلى تحسين جودة عمل الأقسام والتشكيلات التابعة إلى الكلية من أجل إعطاء صورة أفضل تواكب حداثة كليات الهندسة، ومن أجل مواكبة سوق العمل من حيث تخريج دفعات متميزة من كافة أقسام الكلية.